اهلا وسهلا بكم اذا مشاهدينا الكرام، شوط ما قبل الختام ينطلق خاص هذا الشوط بالقعدان المحليات الاصايل. تذهب هذه الرحله الخاصه بالثمانيه كيلومترات من اشواط الانتاج والمنتجين لاشواطنا الحاضره مع سن الكبار في ملتقى المرموم لهذا اليوم وفي سادس اسابيع وكذلك سادس تمهيديات المرموم لهذا الموسم. الى مقدمه الشوط واشواط الانتاج والمنتجين، مقدمتنا مع وبران عتيج بن سيف بن حاضر العميمي، يبدا الان في التقدم والسيطره على المقدمه واحكام القبضه على الناموس. بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات شاهين لحمود بن سهيل بن زفن الحرسوسي، ياتي على المركز الثاني. بينما الوسمي في المركز الثالث، مسلم بن سليم بن جوير بن عامري يحتل المركز الثالث، شعار بن دغيش على رابع المراكز وها هو الوسمي، سعيد بن راشد بن دغيش في المركز الرابع، المركز الخامس تدخل من قبل مزراق أحمد بن سعيد بن خليفة الحميري يأتي على المركز الخامس. أما المركز السادس فأنتقل إلى القادم في هذه اللحظة، ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي يحضر على المركز السادس. بينما المركز السابع شعار بن ضعيف، هنا يأتي نمرود، تعود ملكيته لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن هنا سلهود سليم بن جويرب بن سعيد العامري يأتي على هذا المكان وهذا الموقع. ونأتي إلى المركز التاسع أو التاسع فعلا، شعار بن غدير هنا يأتي بهذه اللحظات. التماس واصل في هذا اللقاء لحمد بن راشد بن حمد بن غدير. بينما المركز العاشر وصل لهيب حسن بن فهد بن محمد اللي يحتل البريك على المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، حيث يتواجد هذا النوع وهذه الأسماء الخاطفة لنواميس هذا اللقاء، لنواميس هذا الشوط اللي يستعدون له المنتجين بإنتاجهم الفاخر وإنتاجهم المميز اللي يطوي مسافات الركض. طيب هذه نتائجهم وهذه انطلاقاتهم مثل ما شاهدنا في الشوط الماضي، تسجيل أفضل توقيت مع أشواط الإنتاج والمنتجين. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى بحر الناموس مع وبران عتيج بن سيف بن حاضر العميمي، لا زال متقدما ويقدم هذا الاسم. بينما المركز الثاني شاهين حمود بن سهيل بالزفنة الحرسوسي يتقدم على المركز الثاني. انتقل الى المركز الثالث وهنا مزراق في المركز الثالث لأحمد بن سعيد بن عبيد الحميري حاضرا في هذا الملتقى وياتي في المركز الثالث. بينما بن شويرب في المركز الرابع والخامس حاضر هنا سليم ومسلم بن جويرب العامري في هذا اللحظة على المركز الرابع، هو الوسمي في المركز الرابع وسلهود في المركز الخامس لسليم بن جويرب العامري. بينما المركز السادس انتقل هنا في هذه اللحظة مع ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي يحضر في المركز السادس والتماس في المركز السابع، التماس لحمد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز السابع. بينما المركز الثامن ينضم لهيب إلى هذه الموقع حسن بن فهد بن محمد آل بريك يأتي على المركز الثامن. المركز التاسع شعار بن ضعيف وها هو نمرود لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير. بينما من يختتم النداء الثاني هو العمال لمحمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي. هكذا هي النتيجة لمراكزنا المتقدمة، لمراكزنا الحاضرة.
هكذا هي النتيجة مع مسار هذا الشوط. أعود بحضراتكم إلى المقدمة، إلى مقدمة الشوط، وبن حاضر يحضر في اللقاء هنا في هذه اللحظة. عتيج بسيف بن حاضر العميمي، الله يحضر لك الخير يا أبو سيف، لا زال في مقدمة الشوط ويقود مسار القعدان مع وبران، مع وبران، لكن مزراق يبغى ينزلق إلى صدارة الشوط والقمة. أحمد بن سعيد بن عبيد الحميري، بينما حمودة بن سهيل بن زفنة الحرسوسي يحضر مع هذه اللحظات وليقدم شاهين، سلالة شاهين العريقة وصل، خذ المركز الثالث، المركز الرابع، هناك تدخل من قبل سلود، سلهود حضر خذ المركز الرابع. مشاهدينا الكرام، سليم بن جويرب العامري في هذه اللحظة إلى المركز الرابع، بينما الراشدي ينضم إلى المركز الخامس ومركز تركيز عالي مع ناصي. خميس بن محمد بن سالم الراشدي ها هو الآن في المركز الخامس. هذه المجموعة الأولى مشاهدينا الكرام في قيادتها وانطلاقتها مع هذه اللحظة. نذهب إلى المجموعة الثانية بقيادة التماس حمد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز السابع السابع السابع، هذا اللي وصلنا الآن. العمال العمال محمد بن عتيج بن حاضر العميمي على سابع المراكز، المركز الثامن وصل وتقدم لهيب حسن بن فهد البريك يحتل المركز الثامن، بندغيش على المركز التاسع في هذه اللحظات. يا سلام يا بندغيش في المركز التاسع التاسع، سعيد ورايد بندغيش يقدم الوسمي، بينما المركز العاشر نمرود حمدان بن حمد بن غدير في المركز العاشر في هذه اللحظة. هذه المجموعتين مشاهدينا الكرام كما نشاهد، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. الكل يريد التحدي دائما في المشاركات وإنجازه اللي يعني يبغي يقدمه في أرضية الميدان، يعني الحضور مطلوب، الحضور مطلوب والمشاركة لابد منها في هذه الأشواط اللي تعتبر حساسة وأشواط إنتاج، وكل العيون تراقب ماذا يدور في إنتاج والمنتجين على أرضية ميدان المرموم أو ميدان الوثبة. عموما على كل حال نذهب إلى مقدمة الشوط ونعود إلى مزراق وهالي الخوانيج في هذه اللحظات على البداية على قدم وساق. ها هو مزراق أحمد بن سعيد بن عبيد الحميري مسيطر كل السيطرة مشاهدينا الكرام، بينما المركز الثاني سلهود يأتي للمركز الثاني، سليم بن جويرب العامري، لكن شوف الهجمة 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 القوية من الاسم الآخر. يا سلام يا الراشدي، وصل الراشدي، خميس بن محمد بن سالم الراشدي يقدم لنا ناصي، ناصي على الفوز والانتصار، ناصي للناموس ما شاء الله. أما المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات وبران لعتيج بن سيف بن حاضر العميمي، والخامسة الخامسة هنا الانطلاقة مع هذه اللحظات بوجود شاهين حمودة بن سهيل بن زفنة الحرسوسي، لكن وصلكم راعي لهيب، راعي لهيب وصل خذ المركز السادس، حسن بن فهد آل بريك وصل الآن وينتقل للمركز السادس. أما المركز السابع لمحمد بن عتيج بن حاضر العميمي، والمركز الثامن الوسمي، الوسمي سعيد بن راشد بن دغيش، تاسع المراكز وصل ونمرود حمدان بن حمد بن ضعي بن غدير، والمركز العاشر عاد من جديد يا بن جويرب مع الوسمي الآخر هنا في هذه اللحظات، مسلم بن سليم بن جويرب العامري يحضر في هذه اللحظة ويتقدم إلى موقع متقدم ومركز أمامي. هذه العشرة الأسماء اللي ذكرناها، يعني دخلنا في الكيلوين الأخيرين والكل على استعداد، الكل على استعداد بأنه يحضر في هذه الانجازات المعروفة والمطلوبة. مزراق لا يزال يقود الشوط، مزراق أحمد بن سعيد بن عبيد الحميري، بينما ناصي 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 يتابع هذا اللقاء، وكذلك الحاضر سلهود سلهود سلهود، سليم بن جويرب العامري ما شاء الله بدأ يغير إلى مقدمة الشوط، إلى المقدمة هو سلهود. المركز الثالث ناصي، خميس بن محمد بن سالم الراشدي، الله يا الراشدي، هذه تشوف الثلاثة الآن أصبحنا ثلاثة، كنا خمسة أصبحنا ثلاثة، يعني الأمور
تتغير، تتناقص في مقدمة الشوط، تتناقص، لكن لهيب الشوط المركز الأول بدأ الآن في الابتعاد ما شاء الله. سلالة صغانية، سلالة سلهود بدأ الآن يخطف الناموس بن جويرب، سليب جويرب العامري بدأ الآن يخطف الناموس ويتجاوز للجميع إلى خط النهاية. المركز الثاني مزراق لأحمد بن سعيد بن عبيد الحميري، المركز الثالث ناصي لخميس بن محمد بن سالم الراشدي، والمركز الرابع وصل لهيب حسن بن فهد آل بريك على رابع المراكز. المركز الخامس بن شويرب الآخر ينضم كذلك مع الوسمي، هذه السلالة المحلية العريقة. وهناك حمودة بن سهيل بالزفنة الحرسوسي مع شاهين، وهناك محمد أو عتيج بن حاضر، عتيج بن سيف بن حاضر العميمي. هذه النتيجة 1200 على خط النهاية، 1200، واصبح وحيدا على القمة يغرد. ها هو سلهود مشاهدين الكرام في هذا اللقاء بالناموس يتفرد، في الناموس يتفرد. يا سلوب سليم بجويرب العامري، سلام يا هالي زاخر، سلام يا هالي زاخر، سلام على هذا الفوز والانتصار وتقديم هذه النوعية في أرضية ميدان السباق. ها هو أمامكم سلهود حتى اللحظة، يعني ماخذ المركز الأول وتفوق بدون أي تعليمات على صوت السماعة، على صوت السماعة على الجهاز. لكن الراشدي بدأ يعني يزف أخبار جميلة بأنه يعني حاضر في المركز الثاني. خميس بن محمد بن سالم الراشدي في ثاني المراكز مع ناصي، لكن خلاص طار بالناموس بن شويرب، طار بالناموس بن شويرب وانتزع المركز الأول مع سلالة صغانية معروفة، سلالة سلهود. ها هو أمامكم سلهود يخطف الناموس، يتحرك الراشدي، يتحرك الراشدي، حس بأن هناك يعني فرصة وأمل بأنه ينتزع الناموس وينتزع المركز الأول. تحرك بن شويرب والراشدي يتحرك، يخلص الفارق. يا الله يا سلام، حرك يا بن جويرب، حرك حرك الله. لكن خلاص عصاته مغروزه، عصاته مغروزه، عصاته مغروزه ومحروز من الضرب يا سلهود في المركز الاول. سلهود سليم جويرب العامري اذا ينتزع الناموس، يهديه لاهالي زاخر، اهالي العين تحيه وسلام. الراشدي ما عنده، ما يفقد الامل، ما يفقد الامل. اللحظات الاخيره يا سلام، ناصي، ناصي، سلهود، سلهود وناصي، لكن سلهود خلاص قفل على نتيجه الشوط وناموسه. تهانينا وناموس لمالك سلهود سليب شويرب العامري، وسلام يا زاخر، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي، والمركز الثالث ننتظر وصوله مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات من خلال الحضور والتنافس والتحدي الشريف الذي قام عليه هذا الشوط. المركز الثالث لمحمد بن عتيج بن حاضر في المركز الثالث، المركز الرابع لشوان مبارك بن راشد بن حباله، والمركز الخامس هنا ياتي لهيب حسن بن فهد آل بريك. عودة للتوقيت الزمني، لحظات الوصول مشاهدينا الكرام، توقيتنا الزمني على شاشة التلفزيون مشاهدينا الكرام، ناتي بالتوقيت وماذا دار من منافسة ب 13 دقيقة 30 ثانية 6 أجزاء من الثانية. كان سلهود لمالك سليم بن شويرب العامري، تهانينا على هذا الفوز والانتصار وسلام يا زاخر، سلام. المركز الثاني هنا ياتي ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي 13 دقيقة 32 ثانية وستا من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث الذي حل هنا بشعار محمد بن عتيج بن حاضر العميمي ب 13 من الدقائق، لحظات الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا الكرام. هنا من حل في المركز الثالث و 49 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شاهدينا.